أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو فاعف عنا ووالدينا وملمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زينة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أجعل ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإيماننا إيمان المؤمنين، وإسلامنا إسلام المسلمين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، وأعمالنا أعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، وأهلنا أهل المطيعين، وأموالنا أموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، وادخلنا الجنة مع الأبرار من النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحون، وقنا عذاب النار، ولا تجعل مأهل النار منهم الشياطين والكافر والفاسقون يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتواصلنا وعملنا وعشاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها السلام. وأنا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.